قبطان اول قبطانه اماراتيه. نعم صح؟ صحيح. خبريني هالقصه، من وين اجت هالقصه والشغف؟ هذه القصه جت من فضول. قهرت الأمواج في أعالي البحار، وفوق صفحات مياه البحار والمحيطات سجلت تاريخاً جديداً للمرأة الإماراتية. سحر راستي، أول قبطانة بحرية إماراتية. كل واحد فينا عنده تالنت، وأول امرأة إماراتية مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة ملاحة في القطاع البحري. يا حي الله فيكم. بدأت مسيرتها في موانئ أبو ظبي منذ عام 2014، والتحقت ببرنامج تدريبي خاص في مجال الموانئ، ثم اجتازت برنامج تأهيل القباطنة لسفن تحت 24 متر في الكلية البحرية الأسترالية في جامعة تزمانيا. وفي خلال 6 أشهر فقط استطاعت الإبحار لأكثر من 1300 ساعة. سحر توالت نجاحاتها وإنجازاتها لتصير مثال للمرأة الإماراتية اللي ما بتستسلم أمام أي تحدي، حتى في مواجهة الرياح العاتية والأمواج الهادئة. أنا هدفي أن أوصل رسالة بالتالنت اللي عندي أخدم فيها. حياة البحر ليست سهلة على الإطلاق، لكن الكابتن سحر راستي نجحت في ترويض الأمواج وقيادة أكبر السفن ومواجهة أحرج اللحظات أثناء الإبحار. كل هذا وهي زوجة وأم لثلاثة أطفال، فلا شيء يعوق المرأة عن تحقيق أهدافها إذا كان لديها عزيمة وإرادة سحر راستي، اللي قررت مؤخراً أنه تخوض غمار الاستثمار العقاري. لذلك تواصلت معي لنبحر سوياً في عالم العقارات. الله الله، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور. شو هذا ترفع الراس انت؟ والله انا دائما كنت اقول البنات ما بعرف يسوقوا، بس انت والله انا لو سياره ما بعرف اصفها هيك. احنا بنات الامارات ما عندنا شيء مستحيل. والله كفو عليكم، مكان كثير حلو. يلا انا قبل ما نروح بدي اسالك شويه اسئله. لا انت، انا اللي لازم اجسر. طب بس عندي اتفضل طلب هيك سريع بخاطري. انت شو قصه صرتي قبطان، اول قبطانه اماراتيه؟ نعم صح؟ صحيح. خبريني هالقصه، من وين اجت هالقصه والشغف؟ هذه القصه جت من فضول. من فضول؟ من فضول، لأني أنا وايد أحب البحر. تمام. فيوم التحقت في قطاع من القطاعات الحكومية. تمام. كان في قسم ما في نساء، فأنا الفضول والشغف اللي عندي إن ليش هذا القسم ما في نساء. في نساء. حلو. فإلا بإصرار وعزيمة وعناد إني أنا لازم أكون قبطان. كفو عليك. لأن نحن في دولة لا مستحيل. صح. والله والله صدقا الله يحمي البلد ان شاء الله. آمين. بس هي قد ايه دراستها اخذت وقت طويل؟ طبعا هو حسب نوع اليخوت. عموما هي انا كنت او قبل اشتغل على قاطرات. تمام. وانواع سفن اخرى. ما شاء الله. ولكن التحقت في مجال اليخوت لانها مجال ترفيهي. حلو، ما شاء الله ما شاء الله. انت طلبتيني قلت لي في موضوع عقاري صح؟ صحيح. وعلى فكره انا وانت صرنا سنه على السوشيال ميديا اخيرا. اخرياك سنه. الله يسعدك، سامحيني. تفضلي اموريني امر، شو بقدر اساعدك؟ والله انا حابه اني اخذ محل بخصوص مشروع عندي ابى اسويه. ما شاء الله، محل تجاري. نعم. خبريني اكثر عن البزنس. البزنس راح يكون عن عسل وزعفران. حلو. احنا عندنا مناحل، فحابه ان هذه التجاره اني انا اسويها هنا. طب هاي الشركه قديمه جديدة؟ أول محل عندك كذا محل؟ لا هذا أول محل بإذن الله. أوكي. إذا أكيد استأجري أول محل عشان ما تحطي مبلغ كتير كبير في رأس المال في البداية. نعم. طيب شو المساحة؟ أنت هذا أول محل لكم؟ هذا أول محل، لأن نحن عامة ما ننزل في السوق. تمام. يعني هي طلبيات خاصة. تمام. نرسلها. ونحل طبيعي. نعم. يعني أنت بدك مكان يكون مناسب لهاي بالضبط بيئة المنحل نفسه. يعني العسل لازم يكون إلى مكان خاص. تمام. لا أن تبريد عالي ولا أن رطوبة ولا أن شيء، فهذا المحتاج. ومهم تلك. كمان بتصور يكون في منطقة فيها الإحساس هذا، المشاريع اللي الصحة وللأكل الطبيعي العضوي. مشاريع صحة وعضوية. نعم هذا 100%. وفي نفس الوقت حابة أن يكون المكان يكون فيه إقبال. فيه ناس عليه. هذا كثير مهم لأي محل تجاري. صحيح. شوفي أنا هلأ عم تتكلمي وخطر ببالي مشروع كثير حلو،
انت فاضي اليوم صح؟ طبعا. بس انا ما فيني اخذك بالبحر، لازم اروح على البر فيه. شو رايك؟ وبعدين عقب باخذك رحله. طيب انا راح اخذك على مكان بتصور يعني هو المكان المثالي للمشروع تبعك، وبس تروحي راح يعجبك ان شاء الله. ان شاء الله. بس لازم نروح بالبر مش بالبحر. اوكي. فانا انتظرني ابدل. اوكي. وإن شاء الله يلا انا بنتظرك هنا. الله يسعدك. وسط النمو الملحوظ في السوق العقارية في دبي، تحولت المحافظ العقارية إلى قاطرة النجاح الاستثماري للعديد من المؤسسات وبينها الأندية الرياضية، ليسهم الاستثمار العقاري في تمويل الأنشطة الرياضية بصورة غير مسبوقة. كيف تختار المحل التجاري المناسب لمشروعك؟ علشان تعرف الإجابة لازم تجاوب على هاي الأسئلة أولاً. هل مساحة المحل ملائمة لمشروعك؟ هل سكان المنطقة اللي اخترتها لمحلك من شريحة العملاء المناسبة لمشروعك؟ شو سهولة الوصول إلى موقع المحل؟ وما هو مستوى المحلات الأخرى في الموقع، خاصة المحلات المنافسة لمشروعك؟ هل مواقف السيارات متوفرة لموظفيك وعملائك؟ وشو بتعرف عن سمعة ومهنية مالك العقار أو الشركة اللي بتديره؟ وقبل كل شيء، هل سعر المحل وخطة الدفع بتناسبك أم لا؟ تفضلي. طبعاً أول شيء بدي أخبرك، المنطقة اللي إحنا فيها اسمها منطقة عود ميتا، معروفة جداً في قلب دبي، يعني تعد من المناطق الحيوية جداً لأنه قريبة على دبي برديرة وفي بر دبي. حلو. قريبة على كل الشوارع الرئيسية، كل المرافق الحيوية، مستشفيات، مدارس، مجمع. لاحظت ما شاء الله حتى مستشفى الأمريكي قريب. قريب جداً صح؟ وهي المنطقة أيضاً تسمى بمنطقة النصر لأنه قريبة أيضاً من نادي النصر. جميل. تمام؟ المباني اللي احنا فيهم اسمهم السكوير، جداد مثل ما شايفة، أربع مباني A B C و D، كل مبنى فيه تقريبا 100 شقة، فعم نتكلم احنا على 400 شقة سكنية من غرفة غرفتين وثلاثة، ومثل ما شايفة احنا في مكان اللي هو الريتيل المحلات. وشوفي قد ايه الفكرة مميزة، بدل ما شفتي احنا وقفنا برا وقفنا على طول دخلنا ومكان مكيف، لا انك تطلع الليفت ولا انك توقف باركينج، تحس حالك في مول، تحس حالك مول. فمنطقة كتير حلوة، الحلو في كتير خيارات متعددة، احنا عم نتكلم على تقريبا 16000 قدم. طبعا هذا بس في هاي المرحلة، في مرحلة ثانية قريبة جدا فيها كمان محلات اكثر، بس انا اخترت لك هالمكان لانه فوقه في 400 شقة، فهذا بيكون طلب. جميل. غير طبعا المنطقة المحيطة فيه. المساحات من 300 قدم مربع، مع مساحات يعني يعتبر محل صغير، ل 1000 قدم. الايجارات كيف؟ ممتاز السؤال. الأجارات تقريباً 165 درهم على القدم، يعني تبدأ من حوالي 50000 درهم فقط. وايد صح؟ ومع شيكات مثلاً على أربع شيكات في هالمكان وفي هالبيئة. بالعكس طبعاً. جميل. والحلو دائماً أعطيكي شوية عوامل لازم أنت تاخديها بعين الاعتبار. بالضبط. ما زال اللي أنا ناوي أفتح مشروع يختص في العسل والزعفران، حابة نعم. أعرف هاي العوامل. ممتاز. أي شخص بده يأخذ محل تجاري لازم يأخذ هاي العوامل بعين الاعتبار. وهي أول شيء الموقع. الموقع جداً مهم لأنه هو العنوان لهذا المحل، إذا بقدم خدمة أو سلعة لازم يكون العنوان واضح وسهل الوصول إليه. تمام؟ وقريب من كل المرافق الحيوية، يعني مثلاً في شغلة كتير مهمة، إحنا قريبين كتير على محطات مترو، محطات باصات. نعم. ومنطقة سهل الوصول إليها. فهذا موضوع جداً مهم. العامل الثاني هو المواقف، كتير ناس تاخذ محلات. بالعكس أنا وايد عيبني إنه على طول وقفنا دخلنا على طول. ثالث شيء توفر المساحات المناسبة، يعني أنت اليوم في مرات شركات بقول لك والله أنا مهتم في هالمنطقة بس بيكون في مساحات كثير كبيرة أو صحيح. صغيرة وأنا ما محتاج تنها كلها. بالضبط. فأنت جبت لك هنا مساحات صغيرة وحتى فيك تفتح محلين مع بعض. يعني فيك تتوسعي فيه. ثالث عامل أو رابع عامل بتاخذ بعين الاعتبار تكلفة الفيت اوت او التصميم، هذا كثير مهم جدا. الشركات كثير ما بياخذوا بعين الاعتبار انه انا والله بس بدي افتح بزنس بفكر مثلا بالمنتج، لا بدك تفكري كمان جزء كبير من راس المال بسموه الكابكس، راس المال بيروح للفيت اوت. فهذا شو الحلو في هالمشروع، بيعطوكي مهله اجار مجاني. واو. تستخدميها انت للفيت اوت كمان. حلو. بس بتاخذي وقت بياخذ تقريبا من شهرين لثلاث اشهر تقريبا، وقت كافي حسب مساحته لتصمميه على ذوقك، بس لازم يكون كمان عندك دراسه جدوى ماليه ليكون مضبوط هذا العامل. تمام؟ والعامل الأخير يكون عندك السعر صح وخطة الدفع مضبوطة. ومثل ما خبرتك الأسعار جدا تنافسية هنا، اخترت لك هالمكان لأنه في عندك أربع مباني. هلأ إذا بدك باخذك تشوفي شوية شقق كمان، هي فكرة حلوة للموظفين، ممكن إذا بدك تسكني حدا منهم مدير مثلا المحل أو شيء، هي منطقة حيوية. بالضبط. فعندك خيارات جدا جيدة. تمام؟ نطلع نشوف الشقق. يلا تفضلي. طبعا انا جبتك على الطابق الثالث، قلت لي 13 انت بتحبي صح؟ بالضبط. في رقم 3. في رقم 3، رقم مميز.
انا بدي اياكي تاخذي فكره عن التشطيبات. شايفه حتى من المدخل مبين قد هيك المكان تشطيباته عاليه الجوده. تفضلي. شكرا. تفضلي. طبعا هاي بس عشان تاخذي فكره. مثل ما خبرتك هذا المشروع فيه 4 مباني، كل الشقق اللي فيه من فئه غرفه وغرفتين وثلاثه، مساحاتهم رحبه من 750 قدم الغرفه وصاله، الغرفتين 1250 قدم والثلاث غرف 1450 قدم. بس مناسب لموظفين طبعا، لعائلات، وكله يؤجر فقط للعائلات. هذا شغله كثير مميزه. والاجارات اكيد بهمك تعرفي مناسبه جدا. عم تتكلمي بتبدا غرفه وصاله معدلها يعني بحدود 60,000، الغرفتين 70-75، والثلاث غرف معدلها بيوصل ل 110-115,000. ومثل ما شايفه البيت تقسيمته حلوه، مطبخ جاي مغلق ومفتوح، عندك حمام للضيوف. بس تعي شوفي الماستر بدروم شو حلوه. يلا تفضلي. طبعا هاي الماستر لانه فيها حمامها الخاص، وكمان نفس الشيء الاضاءه الطبيعيه الحلوه، وفيها الخزائن المدمجه. بس شوفي التفاصيل شو حلوه، يعني شايفه الاختيار الالوان هاديه صح، تناسب اي اثاث. ونادرا ما تلاقي هيك ملبقين باب الغرفه مع الخزائن مع السكيرتنج الارضيات، تشطيبات فعلا عاليه الجوده. تمام. وشوفي حتى تقسيمه الخزائن كلها شايفه مرتبه مقسمه وجاهزه، ما في داعي اشتري اي، ما في شيء خلص. هي الواحد بس بيدخل بحط اغراضه. والحلو كمان الشقه فيها على بيو. كل غرفه بيكون فيها فيو وبلكونات واطلالات جدا جميله. تفضلي شوفي الاطلاله قد ايه حلوه. طبعا مثل ما خبرتك في بلكونه على الغرفتين، كل الشقق فيها بلكونات حلوه مع اطلالات على المرافق. شايف المرافق ما احلاها، في مسابح، في ممر للركض للناس اللي تلعب رياضه، مرافق فعلا على مستوى جدا عالي. البلكونه واسعه. البلكونه واسعه، هذا كثير مهم بالشتاء. كثير حلوه بالشتاء. حلو. ما شاء الله بلكونتين واسعات. صح، وبتحسي يعني جزء من البيت، مش انه والله بتحسي هيك مفتوحه البيت بطريقه كثير حلوه. وبكره تسمع الجماهير والتحيه وتكون معه. صح، هاي شغله مميزه كثير اللي موجودين في هالمباني وكل عندهم قلب مقالب اطلع على النادي. اكيد. تمام، بدك تعرفي مين اصحاب هذا المشروع؟ صحيح، هذا السؤال اللي كنت بسالك اياه، مين اصحابي؟ هذا سؤال مالك هنا. هذا ما بدي اخبرك اياه، بدي اخذك مكان لتعرفي مين المالك. يلا تمام. أوكي. يلا خلينا نطلع من هون. تفضل. شو رايك احنا الان في قلب نادي النصر؟ اشوف ما شاء الله. وهذا الاستاد نسبيا جديد 2019، بس جميل جدا ومدخلك طبعا لانك في اي بي، من الفي اي بي مع ريد كاربت. انا عرفت انه هو المنطقه تسمى بالنصر. بالنصر صح، هو ميتا تسمى بالنصر. ان شاء الله بالنصر. اوه ان شاء الله، الله يسعدك. تفضلي. طبعا هي بعض المحطات في تاريخ نادي النصر. نعم، نادي عريق جدا نادي النصر. ما شاء الله العميد. ما شاء الله. والله يرحمه الشيخ حمدان طيب ترى. الله عليه وعلى جميع. وهي بعض الصور تأرخ انجازات النادي، شيء يفتخر به. صحيح، الله يعزهم. وبعض الكؤوس ما شاء الله. بتعرف هي كثير تقيله، عمرك جربت تحملي واحده منهم؟ جربت واحده منهم زمان. فيري هيفي. تفضلي. يلا تفضلي. بس اتصل بال أخ سعد الحمادي خبره أنه وصلنا، وهو بيشرح لي كل التفاصيل. تعرفي مين المالك؟ تفضلي. احنا وصلنا. يلا بأمان الله. مع السلامة. كيف الحال بوثاني؟ السلام عليكم. يعطيك العافية، حياك الله. الله يسعدك. يعطيكم. عارفك على الأخ سعد الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار. القبطانة صحر خبرتك عليها، اللي مهتمة تاخذ محل في المشروع عندكم. في البداية نرحب فيكم في الله النادي. الله يسعدك. ونرحب في القبطانة طبعا، نرحب فيكم في نادي النصر وفي نادي الموج الأزرق. يا سلام. الموج الأزرق يعني هي لأنها قبطانة فيعني. نعم. صح. نعم نعم. لا، جيت في المكان الصح. مضبوط. طبعا أنت سألتيني من الملاك. بالضبط. الملاك هم شركة نادي النصر للاستثمار. كيف شي؟ هو بيشرح لك. يلا اكبسلها. نعم. شوفي ما شاء الله. واو. تفضل بثاني. اليوم نحن عندنا احد اهم الركائز الرئيسيه في نادي النصر، اللي هو المباني الاستثماريه اللي موجوده عندنا نحن. طبعا اذا بتكلم في البدايه عن حياه الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله عليه، الله يرحمه، رسم خطط. نعم. لهذه المدينه الرياضيه. اليوم هاي المدينه الرياضيه متكامله، فيها مرافق تعليميه، فيها مرافق سكنيه، بالجوار فيها الخدمات المتكامله، مرافق ترفيهيه، مرافق صحيه. اليوم احد اهم الاهداف الاستراتيجيه اللي عندنا اللي هي الاستدامه الماليه والاستغلال الامثل للاصول. هذه احد اهدافنا الرئيسيه في شركه نادي النصر للاستثمار. بما انك انت جايه اليوم في مشروع النصر سكوير،
كل حد قاطن في هذه المدينة جميع الخدمات متوفرة. وفي أشياء وثاني الأشياء اللي بعدها في اللون الرمادي هي لسه راح تيجي جديدة. هذا الماستر بلان، هذه المباني القائمة عندنا النصر 1، النصر بلازا، النصر 2، النصر سكوير، النصر سنترال. طبعا احنا اليوم أحد أهم الأهداف الاستراتيجية اللي عندنا في النادي اللي هي نفس ما ذكرت الاستدامة المالية والاستغلال الأمثل للأصول، وعندنا استدامة الخدمات المقدمة للمرافق النادي. حلو. سواء من خدمات القاطنين أو من خدمات النادي. اليوم نحن نتكلم تعاوننا كشريك استراتيجي. نعم. مع شركة هاربرد. صحيح. يقدمون هم جميع الخدمات بشأن المرافق اللي متوفرة للقاطنين في المشروع. نعم القاطنين. وحتى المحلات التجارية مستفيدين، لأن احنا نساعدهم بإدارتها بطريقة مهنية. جميل. أنا عندي سؤال، هاي يعني مبادرة جدا رائعة، يعني صار عشان أنا استوعب الفكرة وحتى يعني الكابتن تعرفها، النادي صار من العوائد المالية من هاي الأصول العقارية بيصير عندهم مصدر دخل بيسدد كل التكاليف إدارة المرافق. هذه أحد أهم الأهداف اللي رسمها الشيخ حمدان رحمة الله، الله يرحمه. النادي من إيراداته يغطي جميع نفقاته ومصاريفه. ممتاز. والحلو أنت لو تستأجري من نادي النصر من العميد بتكوني مطمنة، لأنه عندهم ما شاء الله ما شاء الله، يعني أول شيء بالتصميم بالبناء في الإدارة. أنا بعرف يعني أنا دائما بشتغل مع أبو ثاني والفريق ما شاء الله عليهم، مستحيل يكون عندهم أي تنازلات، فأنت بتكون مطمنة كمستأجرة. منطقة حيوية طبعاً، والمنطقة أصلاً هي منطقة اسمها النصر، يعني يعود ميثا معروفة اسمها منطقة النصر. فأنت عندك، أنا هذا كتير بهمك لمحلك، عندك كتير طلب في المنطقة نفسها، وعندك مؤجر مؤسسي، وعندك جودة عالية. والحلو أخبرها في خبر لازم أخبرها، يا المباني الأربعة اللي أخذتك عليهم كلهم تأجروا صح أبو ثاني؟ معلش هذا خبر يا تأجروا بالكامل، فأنت مطمنة أن عندك الآن في 400 عائلة وكلهم عائلات، يعني عندهم توجه ما شاء الله عليهم أيضا كشركة أن يكون كل المستأجرين من جودة عالية، فكلهم يعني عائلات. يعني أنا هيت في للشخص الصح والمكان الصح. صح. وبالإضافة إلى محطة المترو. إيه صح. نعم. جدا قريبة محطة المترو والباصات أيضا. صح. نعم محطة الباصات. إيه فأنت عندك يعني مدارس كل شيء، مدينة كاملة. وثاني مشكور يعني شرحك كافي ووافي، ويعطيكم ألف عافية، أنتم سباقين يعني ما شاء الله عليكم، كل الأندية الرياضية في الإمارات ترفع الرأس، بس أنتم فعلا عاملين بصمة رائعة جدا في الاستثمار وأيضا في قطاع الرياضة ما شاء الله عليكم. أنا بعد إذنك بس بدي أخذ الكابتن هيك جولة أرويها شوية مرافق في النادي، وإن شاء الله بس تخلص الأمور بتواصل مع الفريق عندك ومرتب إن شاء الله. حياكم النادي ناديكم وخذوا راحتكم. أكرمك الله. شكرا الله. شكرا يلا تفضلي. شكرا. شو رأيك؟ أجمل شعور صح؟ بطاقة إيجابية وماشي حافية. أنا صعب والله أشلح وألبس وكذا. طافك الطاقة بس الإيجابية. بس والله صح اللي عملتي. طافك. بس هم ما بيلعبوا كرة، هم حافين. لا هم ما يلعبون يمكن. بس هم يدربون بعد. تعرفي أنا وصغير حاولت ألعب كرة طبعاً في الفريج يعني في الحارة عندنا بقولوا، بس طبعاً فشل ذريع. لا أنا كنت ألعب بالصغر. والله كرة. أكثر شيء كنت أسويه أكسر الليتات. فأنا أعترف في هذا الشيء. أتمنى بس الوالدة ما تسمعني، لأنني كنت ألعب مع زملائي في المدرسة ونكسر ليتات في المبنى. والله. وأنا على أساس ما سويت ولا شيء. مع أنك أنت ومين عليك مشاغبة. لا أنا من تحت لتحت. الله يحميكي. شوفي شو رأيك بهالإحساس؟ أنت الآن في قلب مدينة دبي الجميلة. جميل. وعندك يعني كمحل تجاري خيار ممتاز، لأنك أنت دائما أنا بقول أهم شيء في المحل التجاري. نعم. من أهم العوامل انه يكون في مكان استراتيجي. صحيح. ويكون في حركه وطلب عليه، حركه وقابليه للناس رايحه جايه، ان المكان معروف 100%. فما شاء الله فيه اقبال. انت تصوري كل هذول الناس اللي بيجوا بيحضروا. واو. بصيروا زباين يجون. واللاعبين والزوار، وفي كثير على فكره عندهم نشاطات في النادي، عائلات كثير بتجيب اولادها بيتدربوا ناشئين، فدائما في حركه في هالمنطقه، غير انه في عندك كل هالمباني السكنيه في منطقه جدا استراتيجيه. طيب شو بدك نعمل هلا انت؟ يلا نروح نشوف. أوكي، اوريك نشوف. عالمي. يلا يلا يلا. طيب حمستيني. 8 اسرار لنجاح رواد الاعمال: الابتكار والابداع، التحديد الدقيق للعملاء المستهدفين وتلبيه متطلباتهم، توفير اكبر قدر ممكن من السيوله النقديه لتمويل المشروع حتى يصير جاهز ليمول نفسه ويحقق الارباح، مهاره التسويق وفعاليته، حسن اختيار الموظفين المهنيين والشغوفين، سرعة اتخاذ القرارات المدروسة وتنفيذها بدقة،
إعادة فحص الأهداف، إعادة شحن بطاريات الطاقة الشخصية، واكتساب مهارات جديدة، لأنه صاحب المشروع الناجح لابد أنه دائما يستثمر في تطوير مهاراته واستراتيجياته. حبيت والله. على فكرة كثير بلبق لك اللبس هذا الرسمي، شكرا. عن جد الله يحميك. هذا كلي فخر وأنا لابست النبي. عن جد والله ما شاء الله عليكي. ارفع الراس. سو الآن حتاخذيني بجولة قلتي لي صح؟ أكيد عشان نكتشف لازم. نكتشف عالم البحار. عالم البحار وتشوف مناظر بي الخلابة. إن شاء الله، بس أنا في عندي سر لازم أخبرك إياه. وهو؟ أنا بدوخ في المي. لا أدوار البحر أيوة. طبيعي، طبيعي عادي. على كل إنسان. بس هي ثواني تتغلب عليه. في لحل يعني. دعم. أوكي. هلا هذا اللي عم تسوق احنا نقول معلمه شاطره يعني انا ما اسوي شيء كيف عيب انا اسوي كذي اوكي اوكي يلا هلا بنشوف على هذا الخارج صح نفسه اي نعم اوه ممتاز يلا ما شاء الله عليكي والله طبعا انا مش فاهم شيء من هذا الكلام بس شايف خريطه دبي الله يحميها ما شاء الله عليكي طيب شو قررنا احنا شو راح تعملي يس خلاص اعتمدنا المحل خلاص اعتمدنا ممتاز. وانا جاهزه بس كان ناقصنا شيء شو لو البحر جنبه اوه او اروح باليخت ارجع باليخت طب بس هذا الشغله ان شاء الله المره الجاي بجيب لك محل يكون بس فكره بدك تكون على البحر بدك فكره انا الحين ان شاء الله الايس كريم مثلا على البحر شوف انا راضيه ان العقار الجاي يكون قريب البحر نفس هون هذا عقار يمكن سكني او عقار استثماري في كثير مشاريع حلوه لا انا ادور عقار سكني ممتاز دبي فيها عقارات جميله جدا وما شاء الله عندنا الواجهات المائيه عم بتزيد يعني خطه دبي الحضريه ما شاء الله صحيح نعم 2040 راح تزيد المساحات والشواطئ بكميه جدا كبيره واو. فهذا راح يصير فيه فرص كبيره للناس اللي حابه تسكن عند البحر هذا انا منهم انت غرامك طبعا صح الله يسعدك امين بس كيف احساسك وانت حوالين البحر طبعا احساس حلو وممتاز اشكال الوان عالم ثاني عالم ثاني انا دائما حتى كان عندي شغف احاول اتعلم غوص اخذ لي يلا جاهز على الغوص ولا على الاخوت انا جاهز الاثنين ايه اوه يلا انا ما شاء الله عندي ليسن غوص الحين ما شاء الله يلا هذا انت صدقا يعني اكوومن انا حابه اني اكون كمسمى ملكه البحر اللي هو اكوومن نعم الله يحميكي لا انت فعلا ملكه البحر والله ترفع الراس والله والله حمستيني عم افكر انا اخذ لي يخت خلاص انت تحمست انك تاخذ يخت وانا تحمست اني اخذ العقد اوه ممتاز خلاص يعني المحل اعتمدتي باذن الله بتعرفي المساحه اللي في بالك يعني انا بقول خذي لك مساحه صغيره في البدايه هو هذا اللي بسويه ممتاز نعم. وحتى بكون تكلفتها كبدايه لكم صحيح. اقل والله يوفقكم بعد نفس الوقت تشوف الاقباليه على صح صح نعم. ان شاء الله ان شاء الله التوفيق بكون إن معكم ان شاء الله يا رب الله يسعدك شو رايك دورك انا إيه؟ اوكي يلا يلا واو واو حبيت ها بيطلع مني خلاص انت لازم بعد ما نسميك ذيب العقارات حوت العقار حوت العقارات حبيت حبيت